مواصلات؟ على زمالك. التحفيات عالم خاص والآثار عالم خاص. الآثار مقتنيات دولة، مقتنيات دولة، وكل شيء ما يطلع من جوا القاع مدفون مخزون مضموم. يعني ما كان الناس بهذا الوقت اللي قبل 100 200 300 سنة يتداولوه، هذا يعتبر مو ملكك، يعتبر ملك خاص. بس إذا كانت مثلا تلقيها ببيتك، بيت أجدادك، هاي من حقك تقتنيها. كل شيء قديم جزء منك، يعني له ربط بأهلك بأجدادك بأبوك، ولهذا أنت يصير عندك إذا تحب هاي القطعة تحسها لها ربط بأجدادك بأهلك بالماضي بالك، لأن إحنا كليتنا عندنا ماضي رغم الحداثة اللي قاعد تصير ورغم كل شيء اللي دا يصير، بس إحنا حنيننا وشوقنا ويعني جذب مالنا كله ربط ماضينا. يعني شفت بي ميزة معينة اللي هي اقتناء ما كل ما هو ثمين وغالي ونادر وقديم، وبقى على نفس الستايل، يعني باقي على نفس هاي المقتنيات الموجودة عنده، والروح اللي تكون ممزوجة مع الحاجة أو المقتنى اللي هو عنده، يعني مستعد، يعني يعتبره جزء من حياته أو ولد من أولاده، يعتبر بعض المقتنيات. ما بيكون ما شاء الله.